الرئيس اتكلم ايضا عن واحد من الموضوعات اللي دايما بيتكلم عنها وهو التعدي على اراضي الدوله، وقال انه انا لما باجي بطور نتيجة هذه التعديات بيبقى تكلفة التطوير أعلى، يعني مثلا أجي أعمل محور، أجي أعمل أشق طريق، أجي أعمل كوبري، أي حاجة نتيجة هذا يعني التعديات دي بضطر أدفع تعويضات مثلا في محور المحمودية وصلنا ل 700 مليون جنيه تعويضات اجتماعية علشان نقدر نخلي الطريق ونخلي المحور يمشي 70 كيلو. امبارح زي ما قلت لكم واحنا ماشيين رايحين المنصوره في الطريق الزراعي احنا ما بقيناش بنشوف الارض، ما بقيناش بنشوف الزراعه، ما بقيناش بنشوف الاراضي الزراعيه، العمران العشوائي كبس على الارض بشكل الحقيقه يعني شكل غير منسق غير حضاري، خلاص كل حد بقى بيبني على الارض لدرجه ان البنى بقى على شط الترعه او شط الرياح اللي بيخترق هذا المكان. فبالتالي الرئيس طلب من الناس ارجوكم احنا لابد ان نوقف التعدي على الاراضي الزراعيه، لانه مش بس تكلفته الاراضي الزراعيه الغاليه ولكن كمان تكلفه التطوير والتعمير بتكون اغلى كتير. بس انا هتوقف هنا عند حاجه وهتستغربوا قوي من الكلمه دي، بس تخيلوا انا بحمي جسر الترعه بالطريق، مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. تخيلوا يا ساده يا مصريين ان احنا عشان نحمي الجسر ده والناس ما تبنيش عليه، اللي هو دي ارض دوله معموله عشان الجسر ده، الجسر ده معمول عشان يحمي الترعه وما يترميش صرف في الترعه او في المصرف، لو انا مش كده يا دكتور مصطفى؟ او مخلفات يعني. يوم اضطر ان انا عشان احمي الجسر ده هو اللي اعمله طريق، صح كده؟ أيوة. نخدم طريق ونحمي الجسر بتاعت اللي هو جسر ارض دوله. ده معناه ان احنا كدوله المواطنين عندنا اللي من كتر ما الامور فكت مننا خلال السنين اللي فاتت، خلاص بقى اروح ابني عليه. انا بقول كده لكم ليه؟ عشان بس الناس تبقى منتبهه ان احنا مش المفروض ما نعملش كده تاني، والمفروض ان الدوله ما تسمحش بكده تاني. ما فيش محافظ يسمح ابدا بالتعدي على جسر ترعه او على حرم طريق.